إنجاز يكتبه المصريون في كل مكان، ونحن أمام إنجاز رياضي عظيم كتبه منتخب مصر للجودو بعد تتويجهم ببطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو. توج منتخبنا بلقب البطولة الإفريقية برصيد 9 ميداليات متنوعة بواقع 5 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين في إنجاز تاريخي للعبة لم يحدث من قبل. أحرز الميداليات الذهبية 5، رمضان درويش في وزن 100 كيلوغرام، وحاتم عبد الآخر في وزن 90 كيلوغرام، وعبد الرحمن محمد في وزن 81 كيلوغرام، ومحمد محيي الدين في وزن 73 كيلوغرام، ومحمد عبد الموجود في وزن 66 كيلوغرام. أما الفضيتان فحققهما كل من محمد عبد العال في وزن 81 كيلوغرام وأحمد علي في وزن 66 كيلوغرام، وفاز بالبرونزيتين علي حازم في وزن 100 كيلوغرام وأحمد وحيد في وزن فوق 100 كيلوغرام. ضمت بعثة منتخبنا الوطني 14 فردا برفقة الدكتور شريف محمد هنوهم رئيس جهاز المنتخبات الوطنية. إنجاز تاريخي لمنتخب الجودو باعتلاء عرش القارة السمراء والفوز بخمس ذهبيات، وهذا العدد لم يحققه منتخبنا من قبل. المنتخب الوطني تأهل منه للأولمبياد محمد عبد الموجود وأحمد علي ورمضان درويش، واقترب بقوة كل من حاتم عبد الآخر ومحمد محيي في الوصول للدورة الأولمبية، ليصبح عدد المتأهلين 5 لاعبين لأول مرة في تاريخ الاتحاد المصري. زي ما تابعنا في التقرير بنتكلم ان منتخب الجودو بيتربع على عرش افريقيا. خلينا نعرف تفاصيل اكثر ونرحب بضيفنا العزيز دكتور شريف محمد هنوهم رئيس جهاز المنتخبات الوطنيه للجودو. صباح الخير لحضرتك، نورنا وعايزين طبعا بعد ما كريم يصبح على حضرتك نعرف اصل هنوهم، لان انا بحب الاسامي الغريبه، ان انا اسمي نهواند برضو غريب بس انا اول مره اسمع هنوهم. طب اذا كان كده صباح الفل، انا كده صبحت، عايزين بقى عشان عندي فضول برضو انا كمان اعرف. صباح الجمال، صباح الفل، أول مرة أسمعه يعني في حياتي. مرسي ليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمحوا لي في الأول طبعا أن أنا بتوجه طبعا بالشكر لحضراتكم وفريق الإعداد في البرنامج للدعوة الكريمة طبعا في وجودنا في برنامج متميز طبعا وقناة متميزة زي قناة الأهلي، وبرضو أستغل الفرصة أن أنا برضو أتوجه بالتحية والتقدير طبعا للنادي الأهلي على تكريمه امبارح في جائزة جلوبال في دبي، فألف ألف مبروك طبعا للنادي العظيم ده. بالنسبه للقب بقى دي قصه وحكايه كتيره، دي هي محتاجه حلقه لوحدها. يعني طبعا المعتقدات القديمه طبعا كانوا دايما بيحبوا اسماء غريبه واسماء مركبه للوالد والكلام ده كله، فطبعا دي قصه يعني يعني دايما اتسال فيها من كيجيهات يعني لغايه دلوقتي. ده لقب العيله ولا لا لا ده اسمه مركب للوالد رحمه الله عليه، يعني ده الاسم مركب من محمد هنوهم. ناس تقول تركي، ناس تقول يعني ايه صعيدي، ناس فطبعا ايه انا بستغل الفرصه حسب الموقف، يعني حسب تيجي الموضوع يعني يبقى كويس خلاص بنستغل الموضوع. حضرتك منور الدنيا، سعداء بوجودك معانا، وطبعا بنهنيك على الانجاز المحترم اللي انتوا انجزتوه والحصول على 9 ميداليات متنوعه، 5 ذهب 2 برونز 2 فضه، انجاز كبير جدا وخصوصا في زمن كورونا وانعكاسات طبعا فتره التوافق السلبيه على اللاعبين. واضح ان يعني ما كانش في تاثير قوي. بسم الله ما شاء الله. لا والله يعني اولا اسمح لي ان اقول ان الانجاز ده هو ده انجاز نتيجه عمل جماعي يعني تيم وورك بالنسبه لمجلس اداره الاتحاد المصري للجودو والجهاز الفني واللاعبين. تعبوا قوي في الفتره اللي فاتت، وطبعا في ظل الازمه اللي احنا فيها ده هي عانينا كتير جدا ان احنا نعد الفريق المنتخب القومي عشان خاطر البطوله الافريقيه دي، وخاصه ان البطوله الافريقيه بتعتبر من البطولات اللي بتعتبر بالنسبه لنا بطوله كبيره. يعني احنا كمان برضو عشان خاطر موقع مصر الاستراتيجي ووضعها في القارة الأفريقية، فبيبقى ليها مكانة خاصة ووضع خاص، وخاصة في الإيفنتات الكبيرة. وبطولة أفريقيا بالنسبة لنا هي ما هياش التارجت الكبير زي الأولمبيات، ولكن هي بتعتبر محطة من ضمن المحطات بتاعتنا اللي احنا بنحاول بقدر الإمكان نقيم فيها العمل بتاعنا وأداء اللاعبين في الفترة اللي جاية إن شاء الله. طيب لو هنروح مع حضرتك لأسماء بقى اللاعبين أو الأبطال بتوعنا وتحكي لنا عنهم أكتر، الناس تعرفهم أكتر، يعني دي حاجة حابة إن احنا بفضل الله طبعا شاركنا في البطولة بتسع لاعبين في 6 أوزان. الحمد لله رب العالمين بفضل الله طبعا التسع لاعبين حققوا ميداليات، كلهم علقوا الميداليات.
حققنا لاول مره في انجاز لم يسبق من قبل، يعني ان احنا نحقق 5 ميداليات ذهبيه. بيتكون المنتخب القومي من 9 زي ما قلت لحضرتك، الستة وزن 66، عندي بطلين، البطل محمد عبد الموجود وده حصل على الميدالية الذهبية في البطولة، والبطل أحمد علي عبد الرحمن وهو اللي حصل على الميدالية الفضية، يعني كانوا بيلعبوا هما الاثنين في الفاينل على أول وثاني في وزن 63. حلو جدا، يعني فاينل مصري كمان. بالظبط كده، في عندنا كان في عندنا أكتر من ميزان، كان الفاينل المصري النهائي المصري يعني. في وزن 73 بطلنا الكابتن محمد محي وده فاز بالميداليه الذهبيه. وزن 81 بطلنا الكابتن محمد علي والكابتن عبد الرحمن محمد، والكابتن عبد الرحمن محمد حصل على الميداليه الذهبيه والكابتن محمد علي حصل على الميداليه الفضيه. وزن 90 كيلو حصل بطلنا الكابتن حاتم عبد الاخر على الميداليه الذهبيه، وبطلنا علي حازم على الميداليه البرونزيه. وزن 100 كيلو بطلنا الدوري طبعا كابتن رمضان درويش تربع على عرش ال 100 كيلو واخد الميداليه الذهبيه، والوزن الثقيل بطلنا احمد وحيد وهو ده حصل على الميداليه البرونزيه في الوزن الثقيل. ربنا يزيد ويبارك في الابطال وفي الانجازات. بالظبط، ده كان قبل بدايه البطوله، وكنا بنجهز في اثناء التدريبات، ودي بعد البطوله بعد ما الفريق حصل على الميداليات بتاعته. حضرتك كنت قلت ان اللي حصل وهذا الانجاز الكبير اللي تم تحقيقه في افريقيا هو بالنسبه لكم ومن وجهه نظركم هو مش اكتر من مجرد محطه، لان الهدف الاسمى اللي عينكم عليه هو الدوره الاولمبيه المقبله ان شاء الله طوكيو 2021. الاستعدادات بقى اللي انتوا بتستعدوها لهذا الحدث زي ما حضرتك شايف كده وعارف المعوقات اللي مقابلانا والمشاكل اللي مقابلانا بالنسبه لعمليه الاعداد، ودي يمكن قابلتنا يعني قبل ما نتكلم على الجزئيه الخاصه بالاستعداد للاولمبيات. يمكن احنا عانينا قوي من شهر 2 او شهر 3 فبراير او مارس ان النشاط يعتبر توقف في العالم كله، وبالتالي كانت مشكله بالنسبه لنا في عمليه اعداد الفريق. ويمكن الاتحاد ومجلس اداره الاتحاد عانى الفتره اللي فاتت ان هو يحاول بقدر الامكان يوفر لنا اي احتكاك او اي معسكر. حضرتك عارف ان النشاط الجودو بيعتبر من النشاط المصنف بالنسبه للانشطه اللي تم تفعيلها بالنسبه للرياضه في مصر من المستوى الثالث، اللي هي بتعتبر الانشطه التلامسيه اللي هي لازم ليها اجراءات احترازيه مهمه قوي قبل ما تبدا النشاط او قبل ما يتم تفعيل النشاط. وبالتالي بالفعل تم تفعيل النشاط من شهر 8 شهر 9 شهر 9 كان في اولويات مجلس الاداره كان حاططها. الاولويات دهيت كانت اهم حاجه دلوقتي ان احنا نجمع الفريق المنتخب القومي علشان نعده لبطوله افريقيا، وللاسف الشديد كمان كانت بطوله افريقيا بالنسبه لنا ما كانتش واضحه الملاعب، لان شويه يقولوا البطوله هتتعمل، لا البطوله هتتاجل، لا البطوله هتتلغي، لا هتتنقل من بلد لبلد، كانت في الاصل في المغرب وبعد كده قالوا انها في تونس وبعد كده فوجئنا انها في مدغشقر. فبقينا احنا حتى فتره الاعداد بتاعتنا اللي المفروض ان هو اعداد طويل الاجل عشان خاطر الاولمبيات اثرنا فيه قوي، وابتدينا نمشي فيه ستيب باي ستيب، يعني بنحاول بقدر الامكان ايه الهدف القريب بالنسبه لنا واحنا نحاول نعد الفريق على اساسه. فكانت بالنسبه لنا بطوله افريقيا، طيب بطوله افريقيا هتقام ولا مش هتقام؟ بقينا يعني ملخبطين، الاعداد هيمشي ازاي؟ عارف حضرتك لما تيجي تعمل خطه او اعداد لازم يكون في الاخر تارجت، هدف بالنسبه لك واضح، الهدف ما كانش واضح بالنسبه لنا، كانت مشكله كبيره جدا بالنسبه لمجلس اداره الاتحاد، كانت مشكله كبيره جدا بالنسبه للاعبين والجهاز الفني، وحاولنا بقدر الامكان وده يعني بصراحه يعني موقف يحسب طبعا لمجلس اداره الاتحاد المصري للجودو، ان هو عانى الفتره اللي فاتت لغايه ما توصل لاحتكاك خارجي في معسكر خارجي في اوزبكستان قبل بطوله افريقيا. وحضرتك عارف ان يعني دي فتره علم، احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نشتغل بشكل علمي سليم، تخطيط سليم، فنجحنا ان احنا نجد معسكر كويس جدا قوي وبلد تستضيفنا زي اوزبكستان، لان طبعا كانت الفتره اللي فاتت معظم الدول كانت عامله لوك داون، ما فيش حد بيسافر، ما فيش حد بيدخل ويخرج، ونجحنا ان احنا نعد الفريق هناك استعدادا لبطوله افريقيا، وده اللي نجحنا فيه. جميل، انا هستاذنك بس نرد على المكالمه دي، المكالمه دي مهمه لحضرتك كمان بنفس قدر اهميتها بالنسبه لنا. احنا معانا على التليفون كابتن مطيع فخر الدين وهو رئيس اتحاد الجودو. صباح الخير على حضرتك يا كابتن مطيع. اهلا اهلا بيك، اهلا استاذ كريم، ازي صحتك؟ ربنا يخليك. سعيد ان انا تستضيفوني في قناه النادي الاهلي. حضرتك السعاده عندنا احنا، والسعاده تزيد لما حضرتك تشرفنا بقى شخصيا ان شاء الله في اقرب فرصه باذن الله. اولا تهانينا على الانجاز المحترم اللي تم تحقيقه في مدغشقر، وتمنياتنا بكل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. كنا بنتكلم برضو مع دكتور محمد من شويه على تفصيله الاستعدادات لطوكيو 2021، برضو نسمع تفاصيلها من وجهه نظر حضرتك. الله يبارك فيك يا فندم، شكرا. هو حاليا دلوقتي وانت بتكلمني الاولاد بداوا المعسكر التدريبي اللي هو معمول في المركز الاولمبي ان شاء الله، لان خلال اسبوع هيسافروا
هيروحوا الدوحة، بطولة الماستر اللي هي أقوى بطولات العالم قبل الأولمبياد كمان في تصنيفها في الاتحاد الدولي. جميل. فإن شاء الله ربنا يوفقهم فيها، وبعد كده هيرجعوا في خطة إعداد برضو لمعسكرات خارجية، بس برضو هتتوقف على الدول دي فاتحة المطارات ولا مش فاتحة، لأن كل شوية بيفتح أسبوع يقفل أسبوعين. طبعا. يعني ربنا يستر ان شاء الله. طيب كابتن مطيع بصبح على حضرتك طبعا. اهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. انا عايزه بس اروح لتفصيله سريعا، فكره هنا التوقف اللي حصل، ولكن احنا فعلا مش بنقول ان التوقف اعاق المسيره، بالعكس احنا النتيجه جت بالعكس يعني، ومش بس في الجودو ده، في رياضات مختلفه. فالحمد لله احنا يمكن في تحدي بقى او في سر او في روح معينه عندنا، ولكن يعني مش بس التدريب، لا حتى نفسيا عندنا ابطالنا مستعدين وحققوا فوز وكان في اصرار. حضرتك بتفسر ده ازاي؟ والله الحمد لله، هو ربنا وفقنا في احنا ازاي يعني الاولاد دي وصلنا بيهم للمستوى ده، وده بيتوقف طبعا على الاساليب العلميه اللي تم اتخاذها مع الاولاد دول. الاولاد دول معاهم جهاز متكامل طبعا برئاسه الدكتور شريف فنهم، ومعاهم في معد نفسي ومعد بدني وطبيب تغذيه وطبيب للطبيب للنواحي الشخص اللي هي النفس الفنيه للاولاد. يعني من الجهاز متكامل. اول مره حضرتك نعمل الكلام ده في الاتحاد، الحمد لله. الحمد لله، بس رائع، واضح ان نتيجته فعلا كويسه جدا وايجابيه كمان على الفريق كله، فكل التوفيق ليكم ان شاء الله كابتن مطيع. وزي ما كريم كان بيقول لحضرتك يا ريت تشرفنا ان شاء الله في 10 الصبح في الاهلي، نكون سعداء جدا ان شاء الله. شكرا الله لحضرتك يا فندم. ان شاء الله، ده شرف لينا. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا كابتن مطيع فخر الدين رئيس اتحاد الجودو، وعوده لدكتور شريف. اهلا وسهلا. انا عندي يعني فضول اسال سؤال، لو ممكن نطلع بره الموضوع ده بحاجه، انا عايز اعرف عن حضرتك اكتر، يعني عايزين نعرف عن دكتور شريف صاحب هذا المنصب الكبير اللي ليه دور كبير جدا في تهيئه الابطال اللي بعد كده فعلا مش هنقدر نقول حققوا انجاز عادي، لا انجاز استثنائي في فتره استثنائيه. عايز اعرف عن حضرتك انا وكريم اكتر. ليه خليني اقول لحضرتك اولا، يعني طبعا برضو هرجع تاني واقول لحضرتك، هو مش انا ما عملتش حاجه لوحدي، ده عمل طبعا. تيم وورك زي ما طبعا. قلت لحضرتك مجلس اداره الاتحاد والجهاز الفني، انما انا كشخصيا انا استاذ في كليه التربيه الرياضيه، وكنت في الاصل قبل كده طبعا سايد جوب بالنسبه للجامعه العمل الاكاديمي، كنت انا مدرب جودو لغايه ما مسكت مدرب منتخب مصر في وقت من الاوقات، قعدت يمكن حوالي 10 سنين مدرب منتخب المصري للجودو، وعملت في العمل الاداري برضو كرئيس لمنطقه القاهره في الجودو، فانا متواجد دايما في المطبخ بقالي سنين وعمر مع اللاعبين، وقبلها كنت لاعب، بس كنت لاعب على قد شويه يعني، ما كنتش لاعب واو قوي قوي، بس يعني بالدراسه وال ازاي يا دكتور والله بصلي على كامل النور، ده اللي بيسموه تواضع الكبار. ربنا يخليك. لا العفو العفو كريم العفو. فالحمد لله رب العالمين، يعني انا راجل متواجد معاهم في المطبخ من زمان جدا، ومتواجد مع اللاعبين وقريب منهم، بحكم ان ده الكارير بتاعنا. يعني يمكن زي ما قلت لحضرتك اشرت قبل كده ان فعلا العلم بجانب الخبره مهمه جدا، يعني الخبره لوحدها ما تكفيش، لازم وجود العلم. العالم كله دلوقتي لما بيحاول ينجح في اي مجال بيحاول بقدر الامكان لازم يتبع الاسلوب العلمي فيها، وده بالفعل الحمد لله رب العالمين اللي نجح فيه مجلس اداره الاتحاد في الفتره اللي فاتت، ان هو يحاول بقدر الامكان يمشي باسلوب علمي جدا في عمليه التخطيط اللي هو القصير المدى، لغايه ما نحقق الهدف بتاعنا المرجو ان شاء الله باذن الله علشان نوصل للهدف الكبير. بالمناسبه برضو يعني هل في يعني لاحظنا على مدار كذا سنه اللي فاتت ان في بعض المستجدات الفنيه او التقنيه في رياضات مختلفه زي الفار في كرة القدم، وسمعنا حتى انه هيدخل نفس الخاصية دي هتدخل حتى في رياضات تانية زي كرة الماء مثلا. بالفعل. هل في مستجدات في دنيا الجودو؟ يعني احنا برضو لاحظنا ان مؤخرا بقى في تنويعات على اشكال تقليدية الكلاسيكية اللي احنا عارفينها للرياضات الدفاع عن النفس او الرياضات القتالية، احنا متعودين على الملاكمة على الجودو على الكاراتيه، بقينا نسمع عن حاجات كتير استجدت في الفترة الأخيرة، ففي دنيا الجودو هل هناك مستجدات؟ كل فترة بتحصل مستحدثات كتيرة جدا، سواء تعديلات في القانون او في الناحية الفنية، وبالفعل زي ما حضرتك اشرت في كرة القدم دخول الفار دخل في الأنشطة الجماعية والألعاب الجماعية، دخل بالظبط كده تماما في الألعاب الفردية، وتم الاستعانة بالفعل
فعل برضو بالفيديوهات او بالفار اثناء تحكيم المباريات الجودو. ومن حق يعني حتى الجودو فيها فار، فيها فار، والحكم بيرجع فيها للجوري او اللجنه اللي موجوده بره، لجنه الحكام اللي موجوده، علشان يقدر يقيم التكنيك صح او يقدر يقيم الحركه صح، عشان يقدر يحاول بقدر الامكان ان هو يقلل نسبه الخطا اثناء تحكيم المباريات، تبقى النتيجه كمان عادله في الاخر، وتبقى النتيجه عادله بالظبط كده. ولما حد بيعترض او حاجه زي كده بيرجع يشوف الفار وبيحللوه، لان كل فتره بيبقى فيه زي سيمينار دولي بيتعمل بالنسبه للجودو علشان خاطر يناقشوا التعديلات اللي بتتم. وعاده دايما بتتم التعديلات ده هي بعد كل دوره اولمبيه، ان لم يكن كان في فتره ايرجنت زي الفتره اللي فاتت دهيت كده، اتعمل سيمينار بشكل طارئ علشان خاطر يناقشوا التعديلات اللي هتتم مثلا في البطولات اللي هي الجراند بري والجراند سلام اللي هي متوقفه في الوقت الحالي، وهيتم تفعيلها ان شاء الله من شهر يناير باذن الله. حلو جدا. طيب خلينا نروح مع حضرتك برضو لجزئيه التكريم اللي حصل واستقبال بقى دكتور اشرف صبحي ليكوا بعد تحقيق الانجاز ده في المطار، يعني اعتقد برضو دي كانت لفته كويسه وفيها تشجيع معنوي الى حد كبير. ده حقيقي بالفعل. احنا يعني يمكن لما ربنا كرمنا ونجحنا ان احنا يمكن نحصل على 3 ميداليات ذهب هناك، واطمنا ان احنا خدنا البطوله، بس طمعنا بعد كده في اليوم الاخير ان ربنا يكرمنا في ال3 موازين اللي باقيين وخدنا اكتر من ميداليه، فوجئت برساله بتقول ان شاء الله باذن الله هيبقى في استقبال رسمي في المطار للبعثه لما ترجع. ويمكن احنا عشان رجوعنا كان في مشقه شويه اثناء السفر واثناء الرجوع، لان مدغشقر دي في يعني جزيره في الاخر خالص طبعا في اخر افريقيا، فكنا راجعين المفروض العوده بتاعتنا كانت بعد الساعه 12 بالليل. فسمعنا اقاويل ما بين الفريق، لا معقوله في حد هيجي؟ لا حد هيستقبلنا استقبال رسمي، ده احنا هنبقى راجعين. فالمهم طبعا فوجئنا اول ما نزلت الطياره مطار القاهره، فوجئنا لا بالاستقبال الرسمي بالفعل، وفوجئنا طبعا بالدكتور اشرف صبحي ربنا يوفقه يا رب، وهو ده احد الداعمين في الفتره اللي فاتت بالنسبه لاتحاد الجودو، واللي كان واقف في ظهرنا وكان بيحاول بقدر الامكان يذلل لنا العقبات اللي كانت بتقابلنا. ووجود المهندس هشام حطب طبعا رئيس اللجنه الاولمبيه كانوا في استقبال اللاعبين، كان شعور طيب جدا طبعا. كنا مبسوطين جدا باهتمام ان الدوله سواء على مستوى القياده السياسيه او الوزارات المعنيه ان هم بيقابلونا في المطار ومقدرين النجاح ومقدرين التعب. ده الدعم المعنوي المطلوب، ناحيه بقى الدعم المالي او المادي برضو واحتياجات المنتخب، خلينا نتكلم مع حضرتك. ايه الضحكه دي؟ الضحكه بليغه وبتقول كلام كتير والله. يعني هو الموضوع ده مش في ايدي، بس انا عارف ان في وعد ان شاء الله باذن الله بالنسبه لتكريم اللاعبين، نظرا بس ان احنا طبعا في ايفنت جاي مهم بالنسبه لنا اللي هي بطوله الماستر اللي هيشارك فيها المنتخب ان شاء الله باذن الله في 11/1 في شهر يناير. فاحنا يعني سمعنا ان شاء الله باذن الله ان هيتم تكريم الفريق بعد بطوله الماستر باذن الله ان شاء الله من خلال وزاره الشباب والرياضه ان شاء الله باذن الله. جميل. طيب بعد ما حضراتكم سيطرتوا تقريبا على افريقيا فيما يتعلق بعالم الجودو، هل احنا ناقصنا حاجه عشان تصنيفنا عالميا يرتفع؟ خلينا نتفق استاذ كريم ان احنا نتصدر المركز بتاعنا دهوت على مستوى القاره الافريقيه. انا ممكن اقول لحضرتك ان هو حاجه سهله، الحاجه الصعبه انك تقدر تحافظ على المكانه بتاعتك على مستوى القاره الافريقيه. وعشان احافظ فدي محتاجه متطلبات كتير، يعني متطلبات ان انا احاول انافس على المركز الاول والثاني، خلاص احنا وصلنا لها. طب عشان احافظ على المكانه الافريقيه، لان انا ابتديت دلوقتي يبقى ليك رانك عالمي، عندي دلوقتي معظم اللاعبين داخلين في الرانك العالمي ما بين المركز ال11 عالميا لغايه المركز 35، لاعبين مصريين حوالي 7 لاعبين مصريين داخلين في الرانك في المكانه دي. وعشان احافظ على المكانه ده هي زي ما بقول لحضرتك محتاجه دعم مادي، دعم معنوي، المعسكرات الخارجيه اللي بتعتبر بالنسبه للالعاب الفرديه مهمه جدا، انك انت تحاول بقدر الامكان تحتك مع اكثر من فريق واكثر من مدرسه اثناء فتره الاعداد. والاتحاد المسؤول عن الدعم المادي يعني عشان برضه هو المفروض ان وزاره الشباب والرياضه طبعا هي اللي بتعمل الاتحادات الرياضيه. فطبعا بتبقى المفروض ان هي بيبقى ليها يعني. بالظبط يبقى ليها بادجت معين تقريبا. اكتر اتحاد عنده اكبر ميزانيه غير طبعا كره القدم النادي الجزائري؟ لا هي بالنسبه للالعاب الفرديه، يعني انا اعرف ان الالعاب الجماعيه تعتبر هي اللي ليها نصيب الاسد، انما بالنسبه للالعاب الفرديه اعتقد انها بتتساوى او حسب انجازات كل اتحاد. يعني الاتحاد اللي بيحقق انجازات كويسه اعتقد ان البادجت بتاعه بيزيد، الدعم بتاعه بيبقى مستمر، الكلام ده كله. وده فعلا اللي بيخليني ان انا اشكر فعلا وزاره الشباب والرياضه متمثله في الدكتور اشرف صبحي في انه هو دايما باستمرار بيدعم الاتحاد ومجلس اداره الاتحاد بالدعم اللازم باستمراره وما بيتاخرش فيها في القصه دي. كويس. هل في خصوصيه للاعب الجودو المصري؟ هل احنا عندنا
تفاصيل مش موجوده غير عند اللعيبه المصريين؟ بنتميز بشيء معين. شوف هقول لحضرتك حاجه، زي ما ذكرت لحضرتك الجودو هي لعبه فرديه، واللعبه الفرديه ده هي فيها برايفسي شويه كده مع الاولاد، لان يعني صوابعنا مش زي بعضها. وزن ال 60 كيلو وال 66 كيلو يختلف عن الوزن الثقيل. ده بيتميز مثلا بالنواحي الفنيه بالسرعه والرشاقه والمرونه، ده بيتميز بالقوه والاتزان شويه. في بعض النواحي، مش عايز اقول انها النواحي الاجتماعيه، ولكن بتختلف تماما، لان احنا عندنا الرياضيين في الوقت الحالي دلوقتي، يعني معظم لاعبي المنتخب القومي للجودو دلوقتي هم متفرغين للعبه. اللي متفرغ للعبه ده هو محتاج دعم مادي، دعم معنوي، دعم فني. انا كنت لسه عايز اسال حضرتك، فعلا اللعيبه عندنا وابطالنا دول هل بيشتغلوا هي بقى يعني دي لو تسمحوا لي ان انا طبعا اتطرق للنقطه دهيت، ان معظم اللاعبين عندنا محتاجين يبقى في سبونسر مسؤول عنهم طبعا. يعني انا القصه دهيت انا يمكن بناشد فيها رجال الاعمال في مصر، ويمكن توجه الدوله دلوقتي من الناحيه الرياضيه بشكل قوي من خلال القياده السياسيه، سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان احنا نحاول بقدر الامكان نشجع الرياضه والرياضيين في كل المجالات بالظبط كده. فاحنا نفسنا نناشد رجال الاعمال ان يبقى في دعم بالنسبه للاعبين المتميزين في المنتخبات القوميه بالذات، ان يبقى عنده وظيفه، يبقى عنده دخل ثابت، لان هو ده اللي بيقلق كل لاعب. يعني كل لاعب دلوقتي، انا يعني حياتي كلها في اللعبه، في النشاط، في الجودو، طيب انا حياتي الاجتماعيه فين؟ انا برضو المفروض ان في ناس متجوزه وفاتحه بيت فمسؤوله عن حاجه زي كده، الانكم بتاعها مش هيكفي. طب انا وقتي كله رايح في الجودو ورايح في المعسكرات، وبالتالي كل ما الوزن، كل ما المتطلبات المخصصه تحديدا للبند التغذيه يعني ده لوحده ميزانيه. هو الحمد لله رب العالمين، الاتحاد في الفتره اللي فاتت بامانه ربنا يعني ان هو وفر فعلا المتطلبات اللي موجوده او اللي بيحتاجها، الاساسيات اللي بيحتاجها المنتخب القومي، من خبير تغذيه او دكتور تغذيه، من خبير خاص بعلم النفس، من خبير خاص يختص بالنواحي الطبيه او الاصابات والعلاج الطبيعي والكلام ده كله. كل الحاجات ده هي الحقيقه الاتحاد في الفتره اللي فاتت نجح ان هو يقدر يوفرها، وبالتالي هو ده يعني ده الاسلوب العلمي اللي احنا بنتكلم عليه، وبالتالي ده الانجاز اللي حصل. يعني طالما احنا ماشيين كويس وماشيين صح، ينقصنا شويه بس دعم من رجال الاعمال في مصر للعيبه المتميزه، علشان نقدر نوفر لهم حياه كريمه، يقدر يبقى هو بيتمرن وبيأدي ويقدر يرفع علم مصر، وهو مطمن من الناحيه الاجتماعيه ان هو بيته كويس، ان هو عنده دخل ثابت، ان هو يوم ما يبطل. كان في زمان عندنا كانت الشركات الوطنية عندنا في مصر كانت بترعى الرياضيين كتير، مش عارف اقدر اذكر اذا كانت مصر للطيران زمان يعني ايجي بلاش بقى وطنية. هي دي الشركات الوطنية دي كانت بترعى معظم الرياضيين زمان، كلهم كانوا متواجدين في الشركات اللي زي دي، فكان مطمن ان هو في يوم من الايام يوم ما يبطل اللعبة بتاعته او يعتزل، فهو عارف ان في شغل او في مكان وظيفي هيقدر ياكل منه عيش ويقدر يفتح منه. هو بالمناسبة دكتور شريف، هل انتوا عندكم في دنيا الجودو في احتراف بالمفهوم الكلاسيكي اللي بيطبق في عالم كرة القدم؟ لا يعني مش قوي طبعا حتة الاحتراف. يعني الاحتراف ده هو يعني انت زي يعني بتبقى قاعد خارج البلد، بتكون محترف في نادي معين هو المسؤول عنك في كل حاجة، بس انت اولا واخيرا انت بتمثل مصر، وبالتالي علشان تمثل المنتخب القومي فلازم تكون متواجد من ضمن كيان المنتخب القومي، بيتم اعدادك طبقا للخطه الموضوعه من قبل مجلس اداره الاتحاد وهو الكلام ده كله. فالاحتراف لا مش زي الاحتراف طبعا في الالعاب الجماعيه في كره القدم والسله والهاندبول، لا الاحتراف عندنا بيعتبر يعني ايه، ممكن يكون عندك عمل خارجي بره فبتتمرن في نادي، دي حاجه طبعا يعني اجتهاد ذاتي مش اكتر من كده يعني. على كل حال يعني الوقت للاسف بيخلص دكتور شريف، بس استفدنا من حضرتك جدا، وكمان فكره يعني اعتقد مش كل الناس كانت عارفه ان احنا في مصر واصلين في رياضه الجودو للمكانه دي، فدي حاجه اكيد مشرفه جدا. والناحيه الثانيه اللي حضرتك اتكلمت فيها برضو الدعم المعنوي والمادي للابطال بتوعنا، ربما نقطه مش هينه ابدا، دي نقطه اساسيه، ربما كمان دي نقطه ممكن تحرم بعض الابطال او الناشئين ان هم يفكروا في فكره الاحتراف بقى في لعبه معينه، علشان ممكن يكونوا خايفين من الدخل او غيره. بس انا دايما بحب اقول ان الواحد يوجد لنفسه اي وسيله، يعني لو احنا هنتدرب حتى 8 ساعات في اليوم نحاول نلاقي حاجه بارت تايم، يعني طبعا الموضوع مش سهل بسهوله الكلام، ولكن الواحد لازم برضو يسعى. والشق الاخير في السبونسرز برضو نقطه في غايه الاهميه، يمكن دي حاصله في دول اوروبا وامريكا بشكل اكبر في الالعاب الفرديه، ولكن برضو في مصر مؤخرا شفنا بعض التبني من قبل بعض رجال الاعمال لبعض الرياضيين المصريين زي مثلا فريد عثمان او غيره، نور
الشربيني في الاسكواش، فيعني نتمنى ده فعلا يتم التركيز كمان في الرياضات المختلفه باذن الله. كل التوفيق لحضرتك. نكرر التهنئه لحضرتك على الانجاز المحترم اللي اتحقق في مدغشقر، وان شاء الله المزيد من النجاحات ان شاء الله مع طوكيو 2021. نورتنا وشرفتنا ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا جزيلا. ميرسي ليك. شكرا لحضراتكم. شكرا ليك يا كريم. النهارده وعزمني على الفطار على فكره. يا سلام. الف هنا. اولا اخدت الساندوتش بتاعه يعني. الف هنا. الف هنا والله. الف هنا. وشكرا. بنشكر حضراتكم على حسن المتابعه. بكره ان شاء الله يتجدد اللقاء و10 الصبح في الاهلي. السلام عليكم.